عليكم. أيها الإخوان، ألاحظوا غياب الأخوات. المرجو منكم أن تبارطاجيو هذه الجلسة في جروب ديال الأخوات كلهم، وشكرا. إخواني، لا أخفيكم سرا، نحن اليوم في حرب مع الشيطان، في حرب مع المنكر، والله شاهد على ما أقول، وأنا أعرف ما أقوله، والقول على من قال وتقلد. هذا المجرم لقد ظلمني ظلما وعدوانا، وكما يقول المثل الدارجي، لما عنده سيدو؟ عنده لله. شكرا سيدتي، لك الكلمة أيتها الفاضلة، غضوا النظر من فضلكم. إخواني، اسمعوني مزيان، اسمعوني. الله. يقول المثل وراء كل عظيمة رجل، وهذا الرجل الفاسق اللعين لقد حرر علينا العيشة. الله يأخذ في الحق. سيدي، لقد حان وقت الغذاء. الغداء يا أمة الله. معذرة سيدي. الغداء. هذا الماجن الظالم وجب في حقه القصاص. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. جزاكم الله خيرا. سلام السي الحاج. تيدخل سوق راسك. على سلامتك الحاج. تيدخل سوق راسك. قبلوا شغلكم. تيدخل سوق راسك. هيسان رجيت؟ نعم السي عباس. خير؟ الله يحفظك لينا السي عباس. لا تبكيش، لا تبكيش. انتي راكي قديم معنا في الشركه، والنصيب ديالك مهم. صافي مسحي عليا دوك الدميعات. بارك الله فيك الحاج. ياستك علي فشلوها. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. شحال هذه في الساعه؟ واش الناس عاد كتجي للخدمه ياك؟ ما بغيت مقصر الحاج. تزاد عندي وليد البارح، راك عارف ما نشريو. مبروك. اقول انا نفرحوا لك، الوليدات راه كيتزادوا برزقهم. شو؟ حس صحيح هضر عليك انت. واش حماقيتي؟ والويكاند كامل اون بلوس، ولا جا بابا على خفله اش نديرو معاه؟ بزتي فيه بزاف. بابا 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 عيقتي كاع. واش عملتي طيف ولا تديرها بالعاني؟ الا باغي تعرف شكون هو الحاج عباس ديال بصح، سير سول عليه باباك. القهوه ديالك ما تتعجبك. شكرا شكرا. قل لي أنيسة نرجس، شحال مرة كنبغي نسولك وكننسى. أنت راكي مزوجة ووليداتك ياك، وعلاش كيعيطوا لك أنيسة نرجس؟ صعيب باش أنيسة راه الاسم العائلي ديالنا. الوالد ديالك سميتو مصطفى ياك؟ إيه سي عباس. وسلمي لي على أنيسة مصطفى. مرحبا بسلامك سي عباس. سي عباس راه الوفد الهندي راه وصل وتيتسناك برا، وكاين تا ولد عمك تا هو تيتسنى، شكون اللي نصبق؟ اهلا ولد عمي. اهلا اهلا. انت كي داير سي عباس؟ كي داير؟ كلشي مزيان، امور بخير، الوليدات مولا الدار، كلشي زين. شويه راه عندك جوج ديال الدقائق، ولا شنو بغيتي؟ ويلي على جوج دقائق، واش بغيتيني نرمش ونوض ولا؟ قلت لك سربيني، قول بقات لك دقيقه ونص. صافي سيدي رمشت وخرجت. سي عباس الله يرحم الوالدين، الناس ديال الدوار قالوا لي يا سي عبد ولد عمك يكون بينا، حنا بغينا نحفروا بير.
وشنو دابا المطرب من هنا؟ بغيتي نمشي انا نحفر لهم البير؟ انت ما تحفرش، حنا نحفروا. عطينا عطا معدن ياسي. ما كاينش، ما عنديش طموعدن، يا الوقت راه مزير. ويلي انا ما خلطت عندك هنا شله حساسه وما عندكش. الله يرحم الوالدين، راه حنا واقفين على الفلوس. الله يرحم الوالدين. سي عباس، انا جبت لك الفليسات على حسبتهم وعاودت حسبتهم. سبحان الله، عمرهم طويل. خاصني مليون ونص. سيدي والله ما خبيتهم عليك. عام مليون وربعين. انت هادو مزورين ولا ايش؟ نوض مع راسك، سير عند الكاتبه، انا غنعيط لها تفاهم معاك. نوض. يا ربي يا ربي، سير ولد عمي، انا بغيتك كيسلع فيما تلافتي تخلع. ما كاينش اللي كيخلع لي قدك. مصيبه هادي، ولو كيدخل في كل شي شركه كتاع الساسه، مصيبه هادي. ولد عمي، ولد عمي، انا ما ولد عم حد. بعدو مني. داني جيرجيس، اعطي واحد 360 درهم. وشحال عندك، شحال عندك في البسطام ديالي؟ اول استغفر الله العظيم، كتيبه قد الدنيا وما عندك شيء. شوفي شوفي شي حد من تما من الموظفين يسلفك واحد 320 درهم. ونشوفي غير 250 بارك الله، تبغيتيش مع 250؟ وعلاش جاتو 250؟ 200 وراه بزاف عليه. شاش غديري؟ دوري معاه بشي 100 درهم، شوفي من اللي عطيها لك تما. يلا الله يديك السلامة. مصيبة. نرجيس، دخلي لي الوفد الهند. شكريا 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 شكريا. واش كدير ولدي انت هنايا؟ واش حنا دايرين العشاء وما عرفناكش؟ هذا هو الترجمان السي عباس. هذا الترجمان. مرحبا ولدي، مرحبا مرحبا. وهاد السيد الاخر شكون هو؟ هذا هو المساعد ديال الوزير. تبارك الله تبارك الله. اسمحوا لي، انا منشكم جميع الله بحال اللي راكم عايشين في الهند. تهلاو في راسكم شي شويه، تهلاو في راسكم. مون انديانا مون كود. دار عليك انت كوميدي. شنو قلتي لهم باش بداو كيضحكوا؟ داكشي اللي قلتي لي الحاج. واه هذيك الجمله هذه ضحكاتهم بزاف. شوف عمي عبد العال، والله الا قلت لهم بانهم ان شاء الله ملي غادي يسنيو العقد غادي نجيب لهم شرط وخان حتى منهم. مون كونترات شاروخان كامير. مالهم شتو معبسوا ياك دابا؟ شنو قلتي لهم عاوتاني؟ مذاكر. واش راهم فيه؟ مزيان مزيان. عرفتي شي راه طيروها مني خلعه، كتعرف بلي الضحك راه كيفسخ البيع. وهذه راه الصفقه ديال جوج المليار. القضيه ديال جوج المليار ما ترجمهاش ليهم غير بيني وبينك. الكونتراكت طياره؟ كيسولوا الحاج على الكونترا واش موجوده؟ اوف كورس اوف كورس اوف كورس. نمطي جبت غير هادو على حسابي الحاج دغيا غيسنيو. صافي أكون هاني. نمطي بوكو نمطي. نمطي نمطي. مرحبا. انت من وين كنت تاكل؟ نمطي نمطي. لا عرفتي ماما صحباتي ناري شحال كنفرح فاش كيشوفوك تيبقاو يقولوا لي ماماك فنه 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 ونهض ليا في راسها. وراه ما تتبانش بحال ماماك، راه تتبان بحال اختك. الله يعطيهم الخير. وفي الحقيقه انا مالي في راسي ما نكذبوش على الله، ولكن ما خصهمش يقولوا لك بحال اختك، خصهم كيقولوا لك بحال اختك الصغيره. ايوا علاش نو؟ كتضحكي ونوضي جمعي راسك، نوضي براك نط قنبيل. عرفتي راه تمهدي تيقول لي فاش تفكرتيني يا الصقعه؟ واش باقي كتشوفهم؟ ناري ويسوق لكم عباس الخبار، مشيتو فيها نتوما وانا. وماما انا خديت واحد القرار، انا بغيت نقولها لبابا حيت ما بقاش نتسناه حتى هو يحصلني. ويلي ويلي ويلي، استغفر الله، على تقوليها له؟ واش حماقيتي؟ عباس ولا عليك، خليه ليا.
أنا اللي غادي نقولها عليه. شوف الله يخليك، فكر معايا، أنا بغيت نبدل الطوموبيل. لا لا صغرت عليا أنا صراحة. لا عندي مشكل ديال ركابي، كنقيس هذاك المسألة كنقيسو برجلي، أما شوية وأنا كان تكون عندي طيارة. واحد جوج ثلاثة. واش حماقيتي ولا مالك؟ ما تخافيش. ولي قدا عمرك على ما تخافيش نخاف؟ قالك ما نخافش أي. عفاك الله يرحم والديك، هاد الجهة صوبي اللي متقصحينيش فيها. عرفتي شنو ديري؟ قلبي الحساب. ديك واحد جوج ثلاثة ديري ثلاثة جوج واحد. صافي أو لا وان تو تري حسن كاع. وماشي صغيرة اللي تخاف على شامة. ماناش صغيرة، هدايا. على أختي كي جيتك؟ كي جيتك صغيرة ولا ما صغيراش؟ واش جابك أنت لهاد تخسر الهضرة هادي؟ صغيرة حيدي. صافي حيدي. وعاوتاني سير قصحيني وشربي يديك، راه الحاج قريب يجي. لا 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 ما نسانيش. ثلاثة جوج واحد. ناقص منك وانت صوابك الدم. جيبي القطم، جيبي القطم. ما فيك والو، لا ما كاين والو، ما فيك والو. ناقص منك كاع. وهادشي اللي بقى لي. ديري في حناك. صافي صافي صافي، بركه منك الله يهديك. بلاك لا كلمه فوق كلمتك. ها شوفه ديالك تخليه. كون محشم تكون في صلتك. وعلاش السي عباس؟ واش كاين شي واحد كيفتح الباب في السيارة للحاج عباس وما كيبتسمش؟ ابتسم السي الحاج، اعتبر راسك راه مفصول. على سلامتك الحاج. الله يسلمك. إيوا كي داز نهارك؟ كيفاش بغيتي يدوز؟ بحال الزفت. ويلي على كي الزفت، شربتي دواك؟ اش غنتش من دواك؟ عرفتي داك ولد عمي راه تسب لي اليوم فواحد الكارثة كبيرة، مشات لي افار ديال جوج المليار. شنو جوج المليار؟ لقات عليك الباس كيف والو جوج المليار، صحتك هي الاولى. والله يهديك الله يهديك الحاجه، راه جوج المليار هادي راه كون كان شي واحد بلاصتك وراسك تي القلب. شوفي ابتداء من تاريخ اليوم عمري ما باغي نشوف نعاود كيتقرقب عندي في الدار. سمعتي شنو؟ شكون هذا اللي دار سير بلاصتي؟ وهذاك الشيء اللي بغيت نقول لك من الصباح. واهلا 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 ولد عمي، واهلا ولد عمي. ولد عمي شنو؟ ولد عمي ولا عمتي؟ اش كدير انت بعدا هنا اصلا؟ قلت زعما نجي نتعشى عند ولد عمي. واش انت ما عندكش الوجع علاش حشم ومضيعني اليوم في مشروع ديال جوج المليار وجاي باغي تعاد تزيد تعشى؟ جوج المليار واش انا القجيع؟ الله يعطيك الصحة. هذا هادشي عندك بنين؟ الله يعطيك الصحة. هاكي عطي لعمك. عطي بنيتي. لا علاش منحطي؟ خذ وحدة ولا جوج. راني هذيك المحروقة ما كاينش. لا ما كاينش دابا غير تمت. زيدك قال لي الحروقة. ما تضحكش ما تضحكش علي. خذ هاكا الحاج. أنا ما بغيتش. ما بغيتيش شي. نخت أنا شي طريف. ماما. نعم. دابا تقوليها لي انت ولا نقولها لي انا؟ وصافي راه وعدتك غنقولها لي انا. انا اللي غنقولها ليه. اسمع السي، انا ماشي عندي مخيم، انا كلنا ماشي مخيم عندي هنايا. واش انا عارف راه جاي المولى عبد الله؟ بانوا لي الخيل هنا كيتبوردوا. راني جاي عند الدار الكبيره ولد عمي. بابا انا كاع ما كنهضر على عمي. اجي اش كيدير هاد الحر هنايا؟ الحاج ماشي ديالك هذاك. هذاك حطيته للضياف اللي بغاه غيدير في تبصيلو. صافي هضر لك ديري لا دابا جايبه لي الحار ديال العيادي غدا ان شاء الله تجيبي لي ولدو. بابا الصراحه هي مسكينه سي با سا فوت، انا اللي قبيله كنت خارجه وما جي با في اتونسيون على مارك. صافي 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 سيري تقضي حاجه لك. بركه من التخبان كريمه. صافي بركه من التخبان كريمه. صافي ما دارت والو. زوينه هادي، هادي قضية طلب يطلب ومرتو تصدق. أنا ما كنصدقش. صدقي أو لا تصدقي، أنا كندبز على الفلوس باش نخرج من فم السبع ونعطيهم أنا للعيادي. دابا صدق العيادي والسبع. ويلي خلاص. شوف الله يخليكم، ابتداء من تاريخ اليوم أنا عاود كنزيد ونأكد أي حاجة أي حاجة عندها علاقة بالعيادي ما نبغيهاش تخطر عندي في هاد الدار. سمعتوا؟ بابا زعما كتهضر على لي برودوي ديالو ياك؟ قلت بنتي اي حاجه
سميتو ما بغيتش نسمعها كتروج في هاد الدار. في الحقيقة أنا ما كنحملش نسمع سميتو، ما كيعجبنيش. يلا يجعلني نتيق. تيق أو لا تتيق. ألو راجيس؟ نعم؟ هادوك الهنود غادي يجيو عندنا غدا؟ شوفي قول لهم يجيو يتعشاو عندي غدا إن شاء الله كلهم. مرحبا بهم، غادي ندير لهم ضيافة ما كانت ولا صارت. يلا الله يعاونك. صباح على خير. سلامة. أيوا غدا عندنا الزردة. مرحبا بك. الله يعاونك أنا. يسر الله. مازال ما عرفنا واش يسر الله ولا ما يسرش، حنا كنسمعوا. صحيح. واش هما؟ هاد الماركة راه في ساعة كتعمر. المهم مرحبا بك غدا عندنا. يلا المغنية جبرها قالوها يا الخزي. ويلكم 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 ويلكم. سيفوزي شيفو مرحبا بكم في بلادكم. يلا رجمهم لكن دي زكري هذا لم يتعمر ما يتخص. شنو قلت لهم؟ قلت لهم على الالفين ريال اللي عطيتيني في الميرو. قول شوف الله يرضى عليك، قول لهم راه غير تسلفها مع عند الكتيبه ديالو. ما بحال واش مسكين تعاونوا معايا. تعاونوا معايا قول لهم تعاونوا معايا. قول لهم مي هذيك الدبي وفي الفلوس ما كاينين. مجيد اس آدمی پر بالکل بھروسہ نہیں ہے، یہ بہت جھوٹ بولتا ہے، یہ اگر یہ ہمارے ساتھ رہے گا تو ہماری ڈیل نہیں ہو سکتی. اشکر مجھے اس گنتا اشکر نہیں اشکر نہیں اشکر نہیں زیر گل کا اندر لما کنش مغت کنش تبیع و شریع اہلا بصح عندهم الحق تبارك الله عليك. شکریہ من الهندية. شکریہ شکریہ. آپ کی بیٹی بہت خوبصورت ہے، مجھے اس کی آنکھوں سے دیکھ کر لگتا ہے کسی کی محبت میں گرفتار ہے. اشکر یہ کم عجبات ہو بلکہ سیدی رب انتک زوین و طالعہ واحد سر واقيلا راه كتحب. لا لا قول له بنتي كتحبني خير انا بوحدي. مي مي ما هبطني. سالي مي كيري كيري اري جو كل شو بوري. ایک آدمی نے 200 ملین کہا لیکن اس نے انکار کر دیا. مش ما ما فهمتوش. قال لك راه كانت واحد القصه عندهم في الهند، واحد السيده عطات لواحد الراجل 200 مليون في الصداق وما بغاش. هذه الجمله هذيك فيها الهضره كلها. سبحان الله. ايوا ودار معها شي وليدات هاد الراجل. وانت راه كاع ما تزوج بها كاع. كاع ما تزوجوش. سبحان الله العظيم. حنا الحمد لله هنايا في بلادنا الراجل كيعطي صداق ولكن داكشي كل واحد على حسب امكانياته. انا ملي خديت الشامه كانوا طلبوا لي وليها ب 1000 درهم. وما كانش عندي وبقيت مني منك حتى تخديتها بلا فلوس بيليتي. ياك شي باس ما كاين خيب العالي باش